كل لا تنسى الصبر، لكن في درجه من المفسرين الكل، ما هو المساله قسمين، قسم يتعلق بالمفسرين وحصرهم وسيرهم وكذا، وقسم هو نتاج العلم، وقسم يتعلق بالتفسير الفلسفي. ليس هناك تفسير، المفسرون اشهر الفكره اصبحت تاريخ وكذلك ما ذهبت إليه وكذلك ما ذهبت إليه أن قول الكافرين أئنا لمردودون في الحافرة الهمزة أسفل الهمزة أسفل صح؟ نعم نعم لكن القرآن سبحان الله نزل فالذكاء الأئمة وبعد ذلك المفروض أن تراجع الرسالة على أفضل الجيل لأن كل ذلك عهد فيه وليس القرآن عهد فمعنى أنا قرأتها الآن صوابا وهي إمام مكتوب بالصدق يا رب العالمين قلت لي أقرأ أفضل نعم هم مش رقم واحد مكتوب القيامة 23 نعم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة 23 نعم جزاك الله معايا هي كقوله عز وجل ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه. هذه الآية ليست من سورة القصص إنما هي من سورة القصص. نعم القصص 73 وهذه خاصة نعم. خاصة الآية من سورة القصص وخواصها أنها من سورة القصص. هذه تناقش فيها دكتور. معايا؟ تناقش فيها دكتور. هذه القاف أي ورقة 80 التي فيها الكلمة هذه من تفسير ابن سلام وإنما رقم الآية سقط أصلا ومكتوب عندي ملحق القصص 73 كلها سقط الرسالة مكتوبة مثل حتى المناقشة الرسالة مكتوبة 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 فالرسالة اللي وصلت قاف ولا سقط لا ما هي سورة قاف دكتور أيوة هذا قاف ولا الصواب نعم قاف ولا الصواب خطأ لما عندك في الدنيا نعم يلا هل تسلمون لي 29 نسخة أم 29 البقرة 286 من آمن الرسول بما أنزل إليه نعم البقرة 286 لا إنك كانت لا ولا يدين يا أنا الآن كاتب آمن الرسول بما أنزل إليه في آخر السورة حبيبي 85 طيب
جزاك الله خير. والمئتين ولا يبقى 85 86. ولكن احنا بنقول اذا انت تعلمت بالقران جزاك الله خير القران كله في الرساله بتاعتك جزاك الله خير الدكتور احنا بنستفيد والله بتفسير القران يا شيخ محمد. نعم رحمك الله. هات من 133 نعم انا بنفسك كم؟ الواقعه 74 لا أربعة فلا أقسم بمواقع النجوم. طيب جزاك الله خير. سلم. ستة وثلاثين. نعم. الفاتحة ثلاثة. بص واحد. نعم. أنا معك وقفة طويلة. نعم. وجه وجه الهام التعليم. واحد رقم واحد كلمة الدين. هو مالك يوم الدين. نعم. قل. الدين. أيضا. نعم. واحد. خرجت من الآية برقم ثلاثة. نعم. الهام. نعم. مش كده. أنا بسألك. أنت من تقول البسملة من فتحة ولا ليست من فتحة ولا نظام كده. لأنك أنت مرة تعمل الفتحة سبع آيات، ومرة تعمل الفتحة ثلاث آيات، ومرة تعمل الفتحة عشر ثمان آيات ولا خمس آيات، هذا بسألك سؤال، البسملة هي الفاتحة ولا ليست من الفاتحة؟ سؤال قبل الجواب ممكن من إيه؟ قبل أن أجيب عن السؤال ممكن أقول كلمة؟ يا دكتور الفاتحة سبع آيات بالإجماع ولكن الخلاف في البسملة هل هي آية أم ليست آية؟ الكوفيين والمكيين يعدون البسملة آية وبقية أئمة العدد لا يعدون البسملة آية ويعدون بدلا منها كلمة عليهم الأولى. فبعض المفسرين هنا اعتمد العدد المدني الذي فيه لا تعد البسملة آية وبعضهم اعتمد العدد الكوفي الذي تعد فيه البسملة آية. أي من هذه إذا كان الشخص الدعاء فيها نعم بلد يكون وقف عند حد معين طيب المذهب صعب فيه بس ما إيه؟ أنا ماشي على قراءة ولا أنت ماشي على المصريين؟ لا على قراءة حفص ها؟ على قراءة حفص عد الكوفيين بس ما إيه؟ ما لا آية كويس أوي نعم أما ليس من كل قبل القيامة من أربعة أنت كتبها كام؟ ثلاثة أنت مصيب ولا على قراءة مين حفص؟ على قراءة حفص مفطر يلا هل تطلع من الأربعة؟ 160 يا شيخ هل تطلع فين من أسفل؟ الأنعام سطر اثنين؟ نعم أيوة وقال الأنعام هذه السورة مكية وقد روي عن عباس وغيره ثلاث آيات منها نزلت في المدينة من قوله تعالى أتلو إلى قوله نعم وقال الشائع كذلك نعم وقال الله لما تستدل الآية تقوم شلحة الآية تأخذ جزء من الآية وتجزء في حالة منها من أول قوله أتلو في شلحة الآية هي الآية الكرد والآية كل تعالى وأسفل الآية إيه؟ كل تعالى وأسفل طيب كل كتابة أسفل اللي الكلام بريش هذا هذي كلام المهدوة أنا ما ليش دعوة المهدوة طب أنا ممكن عارف إنت يا صورة إنك إنت تتحقق في المثال يعني أنت تقرأ المهدوة وغير المهدوة لكن أنت باحث يجب أن تكون مجتهدا فيما تقول. يعني لا تجاه القرآن في المشكلة في التي تكون. قال تعالى: قل تعالى قبل ما حرم ربكم عليه. بقول لك أنت دي نزعة في الرسالة قل لي. أنا قل في الآيات التي تدين فيها تجيب فيها الجزء. بسم الله. نعم. طب هو دور إيه؟ دوري أنا. هو باحث ولا هو هي؟ أنا لا. طيب أنت بتقول يجيبها ويعلق. ويعلق.
رب يرحمه علاء ما علقت لأنه منهج عام في الرسالة كلها. قلت لك في البداية إما أن تكلم إياه وإما أن تجادلني بحق. طيب تجادل حقك هنا الشخص الآية مكتوبة غلط. طيب ممكن صح يعني ممكن تقول والصلاة قوله تعالى قل تعالى وأتوا ممكن تبين من المثل وبين الدليل يبقى الأمر طيب فين أقوال المفسرين؟ هذا منهج المفسرين جميعا. طيب الجميع لدينا المفسرين هي طيب هل تفضل كنا عدد؟ 98 صدر 9 من أسفل. كما قال وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. 5 فهي تشرق لما تصير إليه من النعيم وتسود وجوه من أجل ما تصير إليه من العذاب. هو هذا من أعلى نعم هذه فيها خطأ. وهم يكفرون بالرحمن خطأ تقدم القول في قوله ميلا ورجالا واعلموا انما غنمتم من شيء هذه من سوره الانفال مكتوب الانعام هنا فامسكوهن حتى يتوفى فامسكوهن في قلوبهم حتى يتوفاهن. نعم سلمي ولي سلمي مسلم لا مسلم قال الله قال الله قال الله
نعم. ممكن أحبك محمد تعالى لأن الإنسان أخطأ إلا الكلام فظاهره أنها تكرر إنزالها مع كل سورة مثل فبأي آلاء ربكما تكذبان تحت مكتوب يعني الهامش الرحمن 13 وقد تكررت مثل كلمة الهامش كم مرة؟ قلت الهامش وقد تكررت في 29 موضعا. لا عشان الدكتور عبد الغفور شيخ في الشيخ هيتعلمنا منك وبنتعلمنا منك من يقول لي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تكررت في سورة الرحمن 29 مرة يا شيخ. لا يا شيخ محمد. لا. تفضل حضرتك أخيرا. كم مرة يا شيخ محمد؟ طيب ما أردت بطل معك 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 الآن تكررت في صورة واحد من 30 مرة محمد طيب معايا معك أنت كاتب كام من مالك بينما كام واحد ونفس الكلام لو قلت في هذا الصفحة نعم معايا طيب لفظ طيب مصحيح ولا لا؟ مصحيح لأن معنى كده أنت تصدر آيات الكورة بينما الصورة لذين أمر عدد آيات الكورة 68 آية والآية دي تكررت فيها 31 مرة يا محمد يعني تتسلسل إلي في الخبر يا محمد أعتذر مرتين مرة لأجل الإشارة مرة لحضرتك وهم لنا تحتاج الاطلاع على مسائل يعني النصوص القرانيه يجب ان تراعى ويجب ان تمكن دقه في متابعه الايات والاحاديث النبويه. والله انا راجعت عده مرات ولكن الانسان لا مجال للشك ويمر عليه ما ينتبه هذا الذي يحصل عنه. ان لم يكن لك شغل بالقران فلا قيمه لاي عمل. وبعد ان تستدير رسول الله صلى الله عليه وسلم وعايزين نفحات على رسول الله والقران اللي نزل عليك وتحت كف نفسك هي مش لا عشان لو قلت لي انك تتبع الحلال اتبع الثلاث من الايات القرانيه فقط هذا المسير هذا المسير ابن المسير هذا المسير واحد من المسير نعم وهي واحد من المسير وفضل بعض ويفسر لفظ الإله من قول الله وإلهكم إله واحد هو إله والذي إله وإلهكم إيه؟ إله أو يفسر لفظ الإله ولا لفظ الإله يفرض بذلك جثنين من الزائرة إذا أخذت أنا تحريف الأفضل وليس من نفس الأفضل أنا معلم بما جاء في الآية يعني مثلا إذا وإلهكم إلهكم من أقول ويفسر لفظ إله في الآية إنما لفظ في إله أولى لنص كلام محمد لنص معايا يلا هل تتقمية ثلاثة يتقمية هل تتقمية الأخير كده بتقمية عشان لنا نفعل إيه وعرفتنا على المنزلين أولا وعرفتنا على المنزلين ما
ما صح ان انا اقول لك صح ان شاء الله. ايه بقى الخطا اللي عندك؟ هنا خطا تمام، هنا خطا. الخطا الاولاني ان كتبت الايه بالطول بقصد. نعم. انت كاتب وان كان من قوم عدو لك. نعم. والصواب فان كان. لان اللي بعدها وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق. معايا؟ نعم. يبقى الاولانيه ايه؟ فان كان. انت كتبتها ايه؟ وان. وده خطا. نعم. الخطا الثاني. انا عايز استدل على مثلك يا شيخ محمد. باختصارك في الايات اخر لا يكون فنحرير رقبه مؤمنه اخر الايه. نعم. اخر ايه؟ الايه. نعم. انت لما تكون تحرير رقبه وجسم، طب ما انت تشعر المستمع بان الرقبه يمكن ان تكون كافره. نعم. معايا؟ هذا يشعر القارئ والمستمع لأنك انت لما لم تذكر هذا الفعل في الآية إلا ربنا ذكره علشان نفر من هذا الطعام. نعم. يبقى معناها الرقبة ممكن تبقى مؤمنة وتبقى كافرة. نعم. لكن عندما تقيدها بما قيدها الله، لكن هل ينبغي أن تكون الرقبة ماذا؟ مؤمنة. نعم. فهل أنت كتبت مؤمنة؟ لا. انا عايز الكلام ده كله صح، وما مش هاجيب الرساله الا بعد التسليم. ماشي. هات يا سيدي 769 ظهر الله بن عمرو. نعم. كل الايات دي كانت غير محفوظه وغير محفوظه من اقوال محمد. المفروض الايات اللي حصل بين اقوال صفحة كم؟ صفحة كم؟ صفحة كم؟ صفحة كم؟ صفحة كم؟ صفحة كم؟ فين هي؟ فضل الله من أحد. مثل الآية واحدة وهي والذي خلق لك الماء والأرض جميعا وهي بين قلبك أن تنفع على أن تغير الملك وأخاف أن يأكل الجن إنا تركنا يستمر وتركنا يوسف. دي مش آيات؟ آيات ولا مش آيات؟ نعم بس هي مذكورة على أنها خليك معاك. نعم. هي آيات ولا مش آيات؟ هي آيات. طيب معلومة؟ ما هي مذكورة على أنها آيات؟ بقول معلومة؟ لا. طيب موضوعة بالأقوال؟ لا. لا. طب بتقول لك مذكورة على أنها آية؟ هي غير مذكورة على أنها آيات. مذكورة على أنها إيه؟ مذكورة على أنها قول لأصحاب الأمة المسلمة. لا لا لا. هي قرآنية. لا يقول. أنا أقول لا أحسن هذا لقلنا إيه؟ فإن كان أخوة إيه؟ 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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة لهم ثم آتوا الزكاة. ليش؟ هل؟ صح؟ أفضل الآيات الناس محمد. طيب أنا معايا أجيبي في الآيات اللي أنت مطلوب فيها بقول لك ممكن تقريبا 50 أو 50 بقى وأنا لسه بتقول بس عينات لا عشان فيها والقصد بالذات. نعم. هل تتغني عشان تتغني؟ نعم. فضل الدين نعم. ولا واحد كده شو بيسمع الدكتور مريض الاسبوع المفروض يقرا كده اقرا كل نعم ومن معاني الاشارة عند علماء البلاغة لا 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 اقرا الصبر الله كده ثم اقرا الصبر السطر اللي قبل هذا سطر وقت تماما معلش بالخبرة عشان أرجو بين الكلامين وعبر عنه باسم الإشارة دون ضمير الغيبة تنبيها على أنه كالمحسوس المشار إليه فهو دليل على عظمته في النفوس من اسم الإشارة دون يا محمد وذلك كل الذي في الجنة عوان بين لا 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 أردت أن تستبين
على اسم الإشارة في قوله تعالى ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم اسم الإشارة للعلم هؤلاء لماذا؟ فهل انت ذكرت اسم الإشارة في الآية؟ لا. هل؟ لا لا. وكيف تستدل على مفهوم؟ حمد. سلم. ممكن بس تشوف نعم. القرآن اللي يقرأ هذا. القرآن ايه؟ ممكن. ايه يا حمد؟ واحد يكلمه. انقص شوية لا يكلمك الألاذ يقول ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين نعم علشان تعرض الكلام على اسم الإشارة أنت تستدل في الآية نعم طب كده الكلام مفروض جزاك الله خير ماشي يا استاذ محمد ضيفت عليك وعليكم يعني هو كده أن عليك شيء هذا يقوم بها أمنية تقع هل تقوم بها أمنية تقع كم؟ بكل إلا تقضي ثمانية كم تقضي فضل في قضي الأعلى اهتم الجزائر من أي طرح؟ أي طرح؟ أمنية تقع في فضل كم اثنين يا دكتور؟ نعم فضل كم من أعلى نعم بكل اهتم الجزائر نعم إيه؟ شرح المفردات في كل قطعة تفصيل من غير تعرض فالتعرض في قطعة تفصيل الكلام بيجي إيه اهتم الجزائري بكل قطعة تفصيل إيه قطعة تفصيل هو في فصل في فصل القرآن نعم يبقى يمشي التعبير بكل قطعة تفصيل ولكن بكل مجموعة آيات في تفسيرها أو بتفسير كل مجموعة من الآيات إنما بكل قطعة تفسير تعبير طيب تعبير ده يا نبغى الصواب نعم هل تستعمل نعم هل تستعمل هل على التفسير هو المتنزل نعم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل يا رب الآية دي رقمها كام؟ مخرجة بكام؟ مكتوبة خمسة مكتوبة إيه؟ خمسة مكتوبة إيه؟ خمسة مكتوبة ست؟ لا مكتوبة خمسة لا عن ذلك عند أنا ست إنما الآية اللي هي ستة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية إذا قمتم هي الستة والآية اللي هي مناط بحث خمسة واللي انت كتبتها في الرسالة حالي كويس ولو معايا نسخة دلوقتي كنا بينا يعني والمحصنات ستة ولا خمسة خمسة طيب هي عندك لكن الآية اللي بعدها نعم نعم النسخة بالعكس تصححها بقى هي لا حضار ألا إنهم هم المكسبون هم الرقم الرابع نعم أنت كتبتها حتى البقرة مكتوبة كتبتها حتى الرقم الرابع نعم شقاش لا هي 12 حمد طيب حق واحد واحد حضرتك سمحتني بص يا حمد أنا فضل الثاني شوية حكيمهم على أساس أنا أديك ورقة الثلاثة وعلى أساس إن شاء الله أديك ورقة الثلاثة عشان أنتقل الثاني تفضل الدرس الثاني من المآثر يا شيخ محمد يتعلق بأصول الفقه
كله. طب وعايزين برضه كده تسليم مباني وبرضه تسليم ايه؟ الورقه صح انت علشان اقول لك ما مش عارفين الرساله كده بعد. طيب هات لي بقى من صفحه 28 قبل كده المطلب من اول المطلب الاول صفحه 28 نعم ماشي فيكم نعم المطلب ده بقى ما بيتكلمش هنشوف الفعل الشرطان محمد بصفحة 9 رائحة أساسية انت وقت المصباح 28 لصادة 24 المطلب طيب صح كده؟ طبعا هاي نعم عنوان الفتح الإسلامي للمصباح كان يمكن يا شيخ محمد المطلب ده هو للصفحات ده تليق أكثر مصطفتين ثلاثة إنما من صف ثمانية هو مش طول الكون محمد المعيار في الرسالة مش كامل بل المعيار هو الكشف من صف 28 لصف 43 بتتكلم في مطلب هذا المطلب قد يكون تمهيدا لما يأتي بعد إنما مش هو الأصل في الرسالة ما ليش لازم الصفحات دي كلها كانت تفكر لكن أنت كنت تنقل وخلاص لا ما عليك لا 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 وأنا أنت في المصطفى 46 بمئة عنوان المطلب الثاني تكتبه المطلب الثاني ولا المطلب الأول تحت المبحث الرابع عن تأثير الفكر الإسلامي اهتمام أهل هذه البلاد وتأثيرهم بالعلوم الصفحات كثير جدا وكان يمكن ان تقتصر ذلك التمهيد من اوله الى اخره متعلق بالموضوع تماما وليس يعني هناك شرط ان انا اذكر الشريط او غيره انا ببدا اتكلم عن انا في نفسي بيت متانق في مساحه توصل 50 60 متر وابقى مهندس دقيق في ورقي ودورات المياه وفي المراقب لكن احط ليه 50 متر في مساحه 300 متر طب ما قيمه المساحه ايه القيمه ايه قيمه المساحه ايه قيمه الصفحات يا دكتور قيمتها اظهار تاثير الفتح في لو انك اختصرت لكان اختصر 1400 سنه يا دكتور ما تكتب لي ساعة يا شيخ محمد رسالتك جزئين اثنين كل جزء 500 صفحة منهم 500 صفحة تاريخ وجغرافيا ومش عارف ايه لا انت من التفسير ولا تفسير يا دكتور الرسالة 1000 صفحة منهم حوالي 120 صفحة و 110 صفحة هي اللي حضرتك بتتكلم عليها واما الباقي وهو 1000 وزيادة هذا في صلب الرسالة اما مفسرون او تفسير خليك معايا شوية التراجم من خرج لها في المفسرين كم تصنيفها في رسالته؟ ما فيش 200 صفحة التراجم لا دكتور مفيش وال 300 صفحة من رسالة بلغت 1135 ازاي؟ ازاي تعمل الاصل فرع والفرع اصل يا شيخ محمد؟ يا دكتور ما في الا التمهيد فقط هو اللي يتكلم عن التمهيد 433 صفحة هي عبارة عن حديثك عن المفسرين المتراجم والرومي انا كريم هم معاك طيب انا عمرك صح وما لهم من الاستقامة في تأليف في جغرافيا في مش عارف لا يا معلش لو سمحت مش تديني فرصة تقول أولا الرسالة مقسمة ثلاثة أقسام التمهيد أخذ إلى صفحة
120 هذا التمهيد اللي هو يتعلق بالتاريخ والكلام حقيقة النبوة، ثم 10 صفحات فرائض فقط، بعد هذا كله تفسير من أول صفحة 135 إلى صفحة 1000 وزيادة. المفسرون أخذوا من 135 إلى 566. ثم طيب ما هو كل فكرين المفسرون ردوا المفسرين من أول 135 إلى 566. هذا هاي الدكتور تراجم تراجم المفسرين، وهذا القسم الأول من الرسالة المفسرون، والقسم الثاني اللي هو دراسة نماذج التفسير من أول 569 إلى 1000. كل ما سأل عليه محمد إن الرسالة كان يمكن فيها باختصار وهو غير ذلك. جزاك الله خير، هذا أسلمك لكن في نقطة هذا النقطة 7 قبل 10 من عام اقرأ العبارة 7 أيوة صفة 10 صفة 10 من عام وتنقلت بين أثنان بعض الكتب المعنية وتقدمت بذلك لأولا في كتب المعنية يعني الكتب المتعلقة بموضوع البحث يبقى الكتب المعنية بذلك ولا الكتب المعنية ولا الكتب المعينة ولا لما الكتب المعنية بس معدلها كتب المعنية بذلك التي تعنى بهذا القضايا لما الكتب المعنية وتعدي لا وجعلت الكنى والبساعة الأخير يا هم مرد المتأل ايه جدت الرسول المعنية تراجم البساء تراجم البساء يعني عادة أهل التراجم أن يبدأوا بتراجم المجال ثم بعد ذلك يفيدوا فقط وجعلت الكنى والنساء في الأخير ليحصل من ذلك فهرسة ضمنية للتراجم ثلاثة العبارة وجعلت الكنى والنساء في العبارة انفجار بين الكنى والنساء ايش وجعلت الكنى والنساء؟ تمشي العبارة إذا ما تستحي إذا أردت المظهر المحبوب أكتب تراجم ما تستحي العبارة لا أبداً طيب كيف لا تجاوز بين الكنى والنساء طيب استقامتها كيف؟ أنت طبعا عايز كل إعراب الكتاب يعني وتراجم النساء يقول لك أي تمشي طيب لما وجعلت الكنى والنساء تمشي طيب الكنى وتراجم النساء هل تضبط كتابة كده؟ هل هو 11 أيوة أمثال الدكتور الذهبي في التفسير والبحث هل هو وترسما لخطى من سبقني بدراسة مناهج المفسرين الهامش أمثال الدكتور الذهبي في التفسير والمفسرون والكنوني في المدرسة القرآنية في المغرب وفهد الرومي في اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر وفضيلة الأستاذ المشرف الدكتور عبد الغفور. بقول لك أنا الشيخ محمد علشان الدكتور عبد الغفور مشرف قلت وراني الدكتور عبد الغفور فهد الرومي أنا أعرف من السعودية وناقش معايا الأستاذ وهو أستاذ دكتور والدكتورات بل وصل كتابيه اشتركوا بالفضل أهل الفضل والله هذا يعني كل واحد يقول لي لا لو كل واحد قال بس أنا أقول لك أنت بالنسبة لك هذا طول ولا كل قول الفضيلة تذكر عبد الغفور ولا لا؟ يليق من ناحية أن هذا شيء حلو وأنا أود أن أذكره الآن في هذا المدح والثناء وأما فهد الرومي أو غيره فهو من أهل العلم والباحثين وليس بالضروره ان انا كل واحد يقول لك ان فهد الرومي غير الدكتور عبد الله، لان الدكتور عبد الله هو شيخ الاستاذ هو الذي اشرف على الرساله. طب ما الدكتور فهد الرومي استاذ برضه عالم جليل معلش لو كلامك معتمد على علمي ولا لا انا عايز اخبرك بفضل لاهل الفضل. يعني كل هؤلاء ايوه فضيله وشيخ راعي الادوار راعي يعني علشان ما تجيش مشكله تقول وانا راجل الجمعه
وفضيلة الدكتور عبد الرحمن. لا، وصحيح يا دكتور جمعة علشان حضرتك مناقشة ليلة. يلا يلا. ما تطولش الفاضي يا حمد. طيب اتفضل. هذا الدكتور 19. راجل جمالي من أعلى كده. إيه رأي عبارة العالم؟ نعم. هذا مجد للإطلاق في مثل هذا النوع؟ لا تأثير. إيه ما جمال رقم الشاهد من برد؟ إيه معناها طريقة علوم؟ لن تدوّل في مثل إصاب حياة الشيخ. أهل إصاب حياة يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا عالمين بالمقدسة للمذهب العربي، ولكن بعد ما حدث الفتور دخل إلى يعني غير العرب في هذا. هذا الشيخ مفهوم لعبارة هذا ما سميت إغراق. نعم. العبارة فيها مفهوم 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 أن حدث هذا ما بعد ذلك الإغراق في تفسير المقدس. نعم. تقول في الإغراق في تفسير المقدس هو في مثل هذا النوع من التفسير. يا شيخ. طب يا شيخ. قلت حاجة ما تلي فكرة في مثل ربك في مثل هذا النوع من التفسير كتبت هذا مكتوب مكتوب كان كتبت إليه أنا كتبت إليه لو كتبت إليه هذا مكتوب هذا مكتوب من وبناء على ما تقدم فجل القرآن الكريم قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم وإني أخاطب الرب من قال أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبر كل الفقير من قال أن حتى إن الأوصية في كتاب الكفار ذكر في آية نوع الأنواع حوالي أصول حديث كل حديث يتكلم عن تفسير كلمة من القرآن الكريم ولو جمعنا كل هذه الاحاديث حتىه 300 آية والقرآن الكريم في 300 آية وكم فمن الذي قال ان الرسول فسر كل شيء حضرتك قالوا اهل العلم مين اهل العلم شيخ الاسلام ابن تيميه انا ما ذكرت هذا الشيء هنا لاني انا فسرت الموضوع حضرتك تتكلم عن المقدس النبي صلى الله عليه وسلم لنا حدود وذات لم يفسر إلا 50 آية ولكن أنا قلت الثاني التفسير الإجمالي والموضوعي لجميع مقاصد القرآن وهذا في الحقيقة قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم أيام بيان ثم ذكرت ثلاثة أشياء مهمة نعم عندما تقول كلاما إما أن تحقق وإما أن تودع أنا محقق هذا في قديم الدين العبارة في الوقت الرسول فسر جل القرآن نعم في الرسالة ولا لا؟ طبعا في الوقت ولا لا؟ هل فسر الرسول جل القرآن؟ طبعا هل؟ طبعا طبعا؟ نعم ايه الدليل؟ دليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا من أمور الدين إلا وهي القرآن هو أمور الدين فعبادة ليس هذا كلام محقق في العلم لأن ربنا قال لله آية رقم 24 من سورة النحل أنزلنا إليك الذكرى أنزلنا إليك الذكرى لتبين لتبين للناس ما يريد هذا البيان هو التفسير لا لا ليس البيان التفسير يعني كل الرسول يعرف الناس أمور دينه يعرف الناس ولسه يعرف الناس معايشه يعرف الناس كذا يعرف الناس كذا فهذا هو النبي والسنة والسنة لم تستقص القرآن تمثيلا لا لا فقال الرسول لو أن الرسول فسر جزء القرآن ما كانش لنا مجهود كأي حاجة إنما الرسول فسر نماذج من القرآن ثم ترك للناس أن يحملوا عبودهم فيما لا يترتب عليه تكفير النبي عليه الصلاة والسلام عشان ما يحجرش على الناس إنما الرسول ادعى الدلمات الرسول ادعى الناس صلى الله عليه وسلم لما كل الرسول فسر جزء القرآن يبقى معناها اللي فاضل لنا الربع من القرآن
فهل هناك من العلماء من قال هذا؟ لا، رجع المسألة دي واستقصيها علميا، هتجد ان الرأي مجهول، وان كنت ناقلا له ان الرسول فصل كل القرآن رأي الإنسان. هل يكون أبدا ان الرسول فصل كل القرآن؟ هل الرسول فصل كل القرآن يجب ان نقول صلى الله عليه وسلم؟ هل فصل الرسول كل القرآن؟ يعني لو أخذنا فصل السنة العملية مع السنة القولية نجد كثيرا، ونقول ذلك كثيرا في تفسير القرآن. أنا لما رجعت الكتاب الإسرائيلي لقيته في آخر عام 500 حديث مفردات من أنواع مفردات الأصول تدل الأحاديث على تفسير النبي للقرآن، وهي تفسير بكلمات في آيات من القرآن الكريم ووصلها بعيد الحديث ويقول الأحاديث دي كده بقى وهو نبه على كده. فهل معنى كده ان الرسول فصل بين القرآن والمفردات ان انا قسمت القرآن؟ لذلك تحقق هذا الأمر غير مسلم، لأن الرسالة رسالة علمية وفيها مجهود كبير، والرسالة دي بحكم بعيد وهذا دي بعيد. فضل الدكتور هي على سكرة فضل لا تكن ناقلا بل كن مدققا باحثا. طيب التفسير طبعا ليس هناك تفسير في المفردات وهناك تفسير يسمى التفسير الاجمالي والتفسير الموضوعي. طيب تفسير المفردات لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير المفردات الا كلمات قليلات منها، وهذا اللي حضرتك بتتكلم عليه. لكن التفسير الموضوعي ان هو يتعلق ببيان معاني الايات اجمالا في قضيه الصلاه، في الايات المتعلقه بالصلاه، الايات المتعلقه بالزكاه، بالعبادات ككل التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، والايات المتعلقه بالجهاد وكذا وكذا فسرها قولا وعملا. هل فضل الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم او صلوا كما رايتموني اصلي؟ لكن فسر القرآن؟ طيب الكثير كيف فسرك؟ نعم فسر القرآن فقال لي وأقيم الصلاة فسره فعلا عملا. ماذا قصد يا دكتور؟ المسلمين في الكتاب يعني ألف القضية دي فالحالة وأقيم الكثير طريقة فيها تفسير وتحكيم عشان يبقى الكلام لا قيمة. لأن الرسالة العلمية أكاديمية. طيب أي كلام يفسر؟ طيب أي كلام؟ هل هي تبع من تبع الرسول؟ نعم. طبعا نعم، بجامعة بولس الملكية الزيتونية للشريعة وأصول الدين بإشراف الدكتور عبد الحميد محمد المنيب سنة 1407 هجرية نعم. وهي مرقونة في المجلد. المطبوعة مطبوعة في المجلد يعني مطبوعة على الآلة الكاتبة. إيه؟ مطبوعة على الآلة الكاتبة. مطبوعة معنى مطبوعة؟ نعم، على الآلة الكاتبة. معرفش الناس اللي تصير القرآن مع مطبعة أحد. فالعالم مطبعة مطبوعة في وجهة الشعر. ماشي. هل تنزل طبعا؟ هل تنزل؟ نعم. من
لتدريب ترقيم الخطر اذا تعلق كل ذلك هو تكرر الرقم صفحات الخطر صفحات الارقام ارقام التراجم ارقام التراجم تكرر محمد الغزالي إني سألت على المرحوم الشيخ الغزالي أكثر منه سؤال وعلى كلمة أنت نعم شيخ الغزالي من أي بلاد؟ ما مكتوب للكتاب الطريق فمن البلاد؟ محافظة الجيزة بمصر غلط أنت أولا كان تحت العلم كتبت في رسالة نعم انه فسر تفسير موضوعي نعم معاك نعم صح كتبت كده مكتوب وتفسير الموضوع عندي انا نعم وقرات فهل انت قلت لنا تفسير الموضوع عباره عن ايه او كلمتنا عن هو فسر من ايه او اهتمامه في التفسير فلسفه ايه حتى يعد من المفسرين لكتاب الله أنا شرط في البداية أنا ذكرت في مقدمة الكلام أن الشرط أعتمد من المفسرين ضوابط معينة وهذه الضوابط تنطبق عليه بغض النظر عن منهجه عن أسلوبه لأن أنا ماني حريص إن أنا أقول على حقيقة أن الموقف الكريم عن الشيخ الغزالي وعلى الواحد من المفسرين للوطن نعم قلت إنه تفسير موضوعي كان يمكن أن تقول في تطور والتفسير الذي بين أيدينا من كذا إلى كذا وهو إنتاج بكذا ما نجحت كل واحد لكن ينقل هذا الدكتور إلى سورة الحجرات إلى سورة الحجرات كما أفاد بالمعاني كويس وفي السعودية أجزاء من أول سورة الإنجازة ومن أول سورة الحديث ليس آخر القرآن وقلت في رسالتك إن القرآن هذا أخير القرآن في الكريم كله نعم الكلام المسلمين خطأ على ضوء ما كتبته خطأ فأين نصيب كل الزاريات وأين نصيب الصوت؟ نعم من القرآن ولا من الجريدة؟ لا من القرآن فصاروا مش شعروا؟ لا هو أنا نقلت من الجريدة ف... أنا مش شعروا فيه يا أيها يعني أنت دورة محق ونفت أنت دورة فيه البلد ولا الحق فيه في اليوم؟ نعم باقي جزء يبقى فاهم في صفر ولا ما فيش؟ صفر يبقى كده على حق كلامك يا شيخ لما تراجع نعم صفر يبقى تراجع نعم عايز تعدل تعدل تكلم سجل يلا هات 324 فقر 574 اه فقر 974 يكون كان أجزا نعم أجزا ها؟
أي جدًا. إيه؟ أي جدًا. أي جدًا. يعني قوية جدًا. أي جدًا. نعم. أنا أريد أجدًا. أو كما يقولون أجدًا من الشهادة. جدًا. تركوين كمان الكبير. 11 من العام. 11؟ أي. نعم. كل ما تقرأ لي وضعية علم التكشير بهذا الرسول. لا 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 وضعية علم التكشير بهذا الرسول إيه معنى رسول إيه معنى اقترف وضعية علم وضعية علم معنى وضعية علم وضعية علم عن الكل دلوقتي الرسالة إيه وضعية علم يعني وضع التكشير بهذا الحديث عدد المعددة نعم أنا قلت لك تأثر علم التكشير الدكتورية الفلانية نعم ويقول الفاضل بن عاشور ويتضح أيضا لمن كان الطبري مدينا بذلك المنهج الأثري النظري الذي يعني يتضح من ذلك من الذي كان له الطبري مدينا بذلك المنهج الأثري يعني الطبري له منهج أثري وهو مدين بذلك لشخص من الناس من هو هذا الشخص هو الذي يتكلم عنه اللي هو مثلا هل أنت من الفاضل بن عاشور لا الفاضل يقول الفاضل ابن الشيخ الطاهر هل انت تقول لنا ان الفاضل هو ابن الشيخ الطاهر ما نحتاج الكلام ده بالقول هو بكل ما يحتاج الى كل ما يحتاج لا معلش وما يحتاج الى الفاضل بن عاشور يتكلم عن تفسير الكلام ويريد ان يرجع الفضل المنهج الأثري للفضل إلى ابن السلام فالفضل من؟ الفضل هو يحفظ القيمة فضل عليه الفضل تعقل نعم يقول فرد عليه الكتاب نعم صح نعم لماذا رد ذكرت المرجع ومن أراد أن يرجع يعني لو تطور اللي يريد ومذهب داود بن علي الاصبهاني الظاهري ادخله لمنطقه ابو جعفر بن خيرون ويعتبر اول مناسب عنه منذر بن سعيد البلوطي هل في وفاه الراجل من هو؟ مين هو؟ 211 توفي 572 مين؟ 572 خطا هذا نعم بينما الحق بعشر سنة نعم إذا قلت لي عشر سنة فيما تكسر ما تكسر مع عشر سنة اقرأ في 2002 2002 اقرأ 2002 أي مصر نعم غير مذكور الولاء انت كنت تقول في 2002 فين فوق على في اعلى الصفحه هذا هذه كتبت بدل 2005 شويه نعم ولي سنه كام 202 والتوقف سنه كام 275 يبقى 10 سنين 73 سنه انت نازل يا مولانا في 180 سنه يا دكتور
ما أنا قلت 275 كتبت 572 إذا في خطأ أضرب واحد إذا في خطأ أي منهم أنا قلت حضرتك الصحيح 275 هو أتتأكيد 10 جدا ما رجعت على رأس المثال اعتدال الإسلام وأنا رجعتين هم يكون بكين خمسة سبعين هذا الثانية هو من قبل ممتاز نعم الثانية هو من قبل طب جديد فإن تصل الله على هذا الكثير لو كانت الناس تعلم إيه الصلاة كيف أقصد كيف الإسلامي بقول كيف التفاسير كيف وبرضه عايزه كده تعيش معاهم ان شاء الله هتكون كده كده والصيامه بقى صفر 101 100 كم 101 صفر 8 ايوه كيف نفهم الاسلام وله ايضا كيف نفهم الاسلام جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج هموم داعية عقيدة المسلم أنا عايز عبارة أخلاق الله 60 مؤلفة نعم له نحو 60 مؤلفا لا نعم يا ريت 60 خلاص مضاف إليه ومؤلفا المفروض أنها تمرين هتكون مجرورة له نحو 60 نعم ولا لا في تاريخ له يعني هذا خبر مؤخر خبر مقدم خبر مقدم خبر قبل جملة خبر ايه مقدم إذا ضرب المبتدأ نحو 60 مؤلف ده نحو نعم إذا العبارة استقامت نعم أبدا والخبر بكل فيهم الفائدة فالله برضه والايات الشاهده لازم الخبر تتم تيجي الثلاث انما لما اقول له نحو كده العباره انت تسمعنا يا شيخ محمد؟ لا ما هي وظيفه التسجيل اذا فين الخبر المبتدا؟ المبتدا نحو 60 مؤلف سنتين غلط ليش؟ سنتين غلط عليها وظيفه كده كيف تعرف؟ ليه؟ هل تكونوا 175 يا محمد؟ 175 قد جلسوا في جامع القيروان لنشر العلم وتوجيه المسلمين الجدد. هذه 25 ميل كام؟ 25 ميل. الصف؟ لا الصف الصف. نعم. نعم. ومن لوازم ذلك أن الصحابة الذين كانوا موجودين آنذاك وهم 25 رجلا.